يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، عندنا كلام ومواضيع مهمة كلها من خلال السوشيال ميديا هنتكلم فيها مع حضراتكم ونتناقش فيها كمان مع حضراتكم، وعندنا أمور كمان سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وقبل كل ده، كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي هيكون معانا من خلال حلقة اليوم. في البداية احنا منتظرين تواصل لحضراتكم معانا من خلال هاشتاج البرنامج، هاشتاج الترند، او كمان سؤال حلقتنا، او هي عبارة كمان عن رسالة النهاردة حابين توجهوها للعبة النادي الأهلي قبل مباراة الغد امام انبي، واستئناف النادي الأهلي لمباراة الغد بإذن الله تعالى لبطولة الدوري من خلال المباراة. واي حاجة انتوا حابين تقولوها ورسالة حابين توجهوها لفريق النادي الأهلي تقدروا تبعتوها لنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، وإنستغرام، وهنعرضها لحضراتكم على مدار حلقة اليوم، فيديو أو رسالة كمان مكتوبة هنعرضها لحضراتكم على طول. النهاردة عندنا فقرة الترند مهمة جدا هنتكلم فيها في موضوع هو موضوع الساعة والناس كلها بتتكلم فيه، هو موضوع يتعلق بكل التطورات اللي بتخص نجمنا رمضان صبحي، وعندنا كمان قضية معينة كده هنتناقش فيها. بس الأول خلينا نشوف أهم العناوين. يلا، في ترند الأهلي 24 ساعة على ظهور البطل في الدوري. في الترند المحلي، اتحاد الكرة يرفض عقاب الأندية المعترضة على التحكيم. أما في الترند العالمي، إقالة ساري من تدريب يوفنتوس.